السلام عليكم، معاكم مصطفى من قناة مستر مونتك. حلقة النهاردة إن شاء الله، أو الحلقة التانية بتاعت النهاردة إن شاء الله، هنتكلم فيها موقع اختصار رابط جديد. بصراحة الموقع ده يا شباب أنا عجبني في حاجة حلوة جدا جدا جدا، السي بي إم بتاعه عالي جدا، عالي بشكل أوفر لدرجة إن أنا شاكك في الموقع إنه يكون نصاب. طبعا أنا بهزر، يعني الموقع ممتاز ومفيش أي مشكلة. واستنوا برضو يا جماعة إثبات الدفع، المواقع اللي أنا شرحتها، يعني مثلا الموقع بتاع أرباحك ده إثبات دفع جاي فيه قريب جدا، لو عايزين إثبات دفع ب$5 سهلة تمام، لكن انا مستني بس يوصل $10 عشان اقدر اعمل لك اثبات دفع بقيمه $10. دي اكتر من $5 شكلها احلى يعني تمام. فلكن الموقع مش نصاب خالص، الموقع تمام وممتاز جدا يعني. زي ما شايف الموقع ده برضو بقاله فتره شغال، فالسي بي ام بتاعه ممتاز جدا، ده اللي عجبني جدا فيه. زمان شايف الدول الاجنبيه $15، ايجيبت 11 دولار، والسعوديه $10، والاردن $8، وعندك كل الدول العربيه $8. ده ممتاز جدا تمام، انت فاهمني؟ لو لما تكون الدول العربيه كلها $8، انت كده الافريج سي بي ام بتاعك هيكون عالي جدا جدا جدا، من 8 ل 11 او الاكتر كمان يعني، فالرقم يبقى عالي جدا جدا معاك. فدي حاجه حطها في الحسبان يعني. حاجه تانية، خلينا نخش على ماي اكونت ونعمل اكونت في الموقع. هنخش على ريجستر اند نيو ممبرشيب، واليوزر نيم بتاعنا والايميل والباسورد تمام، ونعيد مره تانية الباسورد كده مثلا تمام، ونقول له ام نوت ريبوت، ونحل الكباتشا تمام، وبعد كده تقول له سبمايت، وبكده تمام بقى عندك خلاص اكونت في الموقع. هتقول له هنا سيف عشان يكتب لك الحاجه، وتقول له ساين ان، وتمام كده بقى عندك اكونت. اول حاجه نخشها على الريفرال، شوف الريفرال كام. الريفرال 25% يا شباب، وانا مش هتكلم عن الريفرال. انا عارف يا شباب، عارف والله ان المواقع بتقلل الريفرال بعد كده، ولكن الموقع ده بقى له فتره شغال، فممكن ان شاء الله ما يقللش الريفرال، ولكن لما بيقلل الريفرال بيعلي في السي بي ام او يعدل في السي بي ام، بيخليه افضل. ففي حاجات كتير قوي شباب بتتغير في الفتره اللي بعد كده بعد انشاء الموقع، ولكن الموقع ده بقى له فتره شغال، فان شاء الله هيثبت على كده باذن الله يعني تمام. ولو غير في حاجه فانا ماليش ذنب يا شباب يعني، عادي اللي هو يعني المواقع كلها بتغير في كل حاجه يعني. ما هو مش لازم مثلا يبدا الموقع ب 5% ريفرال ويفضل شغال طول عمره 5% ريفرال، ما انت عمرك ما تشترك في الموقع لو كان ب 5% ريفرال، فاهمني؟ فلما بيغير في الموقع يعني، لو غير في ريفرال اتمنى يعني، ده رساله لصاحب الموقع، لو غيرت في ريفرال خليه 20 15، بلاش تنزله ل5 او 10 لان بتبقى وحشه يعني، فاهمني؟ برضو بتبقى وحشه تمام. خلينا نخش على الويزدرو عشان نشوف وسائل الدفع، والهير هنا تمام. وسائل الدفع باي بال، فودافون كاش، بيتكوين، بايونير، وده ممتاز جدا جدا جدا، مش محتاجين اكتر من كده في اي موقع. بتكتب هنا المعلومات بتاعتك، الفيرست نيم واللاست نيم والادرس والادرس تو، يعني اكتب اي حاجه. وهنا كل يعني كل ده يعني، لو مثلا كتبنا كده زي ما انت شايف اتكتبت كلها، وهنا تكتب رقم الفودافون كاش بتاعك تمام، مش هتقول له سبمايت وكده تمام، بس يعني الموضوع خلص، مش محتاج اي حاجه، ما فيهوش اي مشكله تمام. وبعد كده على طول مثلا لو انت عايز تعرف هو دلوقتي بياخد من اول $1، يعني اقل مبلغ تسحب هو $1، عايز تغير الباسورد او الايميل من عن طريق الحته دي كده مثلا، تعال نخش على حته المانج لينكس دي عشان لو حابب تشوف كل اللينكات بتاعتك، لو عايز تخفي اي لينكات. التولز دي طبعا كلنا عارفين بتعمل ايه، فمش محتاجين نشرحها تاني، بس هي حاجات مهمه. بس المشي لينكر ده لو عايز تختصر اكتر من لينك، الفول بيج سكريبت دي بتاخد السكريبت وبتحطه في التخطيط عندك في المدونه او في وورد بريس بقى بالطريقه اللي انتوا بتحطوا بيها، عشان ماليش قوي في حوار وورد بريس، ولكن يعني الطريقه بسيطه جدا يعني. وبتاخد ال ده وبتحطه في التخطيط عندك، بيحولك كل اللينكات المدونه للينكات مختصره من الموقع ده. وهنا لو حابب تحدد مواقع معينه، بتشيل بس الموقع من الحته دي كده، او الدومين بتاع الموقع من الحته دي، بتحط الدومين اللي انت عايزه. وطبعا هنا السبورت لو حابب تكلم الموقع في اي حاجه. وبس شباب يعني، كل ده الموقع وده كل حاجه في الموقع، ما فيهوش اكتر من كده. طبعا هنا صفحتهم على فيسبوك لو حابب انك تتكلم معاهم، لو حابب مثلا ارباحك اتاخرت اي حاجه فانت حابب تتكلم معاهم، حاجه ممتازه. الدفع فوري ويومي، فدي برده حاجه ممتازه جدا. زي ما انت شايف اهو، يتم تحديث بيانات المشاهدات والارباح كل 15 دقيقه، عشان الناس اللي بتقول ارباحنا ما بتتحسبش يومنا اختصار رابط موقعنا اي موقع اختصار رابط اخر، دي برضو مشكله كبيره طبعا بتواجه ناس كتير. لو انت اخترت موقعين يعني مثلا هنا في موقع ارباحك، وبعد كده قمت مختصر موقع ارباحك في الموقع ده، بيبقى فيه مشكله، ما تستخدمش في بي ان او بروكسي او اي حاجه من الحاجات دي، يمنع انشاء اكتر من حساب في الموقع تمام. لا يجب عليك الضغط على الرابط الخاصه بك الا مره واحده فقط لتجريب الرابط تمام، لا يجب الضغط على الرابط الخاصه بك الا مره واحده بس تمام. خدوا بالكم من الحاجات دي عشان الناس اكونتاتها ما تتقفلش. فبصراحة السي بي ام في الموقع ده ممتاز جدا، الريفرال ممتاز جدا، وانصحك جدا انك تشترك في الموقع ده. بس كده يا شباب، دي كانت حلقة النهاردة او الحلقة التانية بتاعت النهاردة، وبس كده. يا ريت لو عجبك الفيديو ده تعمل لايك وتشترك في القناة ان كنت اول مرة تشوفني،
بس كده، شكرا عشان شفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، سلام.